كابتن وليد ازيك؟ الحمد لله. مبروك. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني نقول النحس اتفك، كان الكل بيقول وليد ازارو منتظرين منه اهداف، منتظرين منه اهداف. وليد اعلن عن نفسه مع الاهلي، رفقه الاهلي خلال هذه المواجهه بثلاثه اهداف، صعدت بالاهلي الى المباراه النهائيه. اولا بشكر اللعيبه على المستوى ده، وبشكر اللعيبه اللي كانت بتدعمني عشان اجيب جول. مش ممكن اتخانق مع قدره ربنا، هو انا مش عاوز اجيب جول. زي ما قلت لك احنا ننسى المقابله دي ونشتغل تاني ان شاء الله في عشان نلعب النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمه اللي تفيد. واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انت.